اوكي، مساء الخير عليكم جميعا. وعدتكم اني اوريكم في يوم المختبر، اوريكم المركز عندنا يعني وصله كل يوم منطقه. هنتكلم في يوم على الاجنه وتجميد الاجنه والاشياء، لكن اليوم ابغى اركز لكم على المختبر. فهنا مختبرنا، طبعا هذه البدايه. اول شيء بقولكم في المختبر هذا حاجه اسمها اللي يقيس البوزيتيف بريشر. احنا عاملين الضغط حق الهواء فوق جوا بوزيتيف. بوزيتيف ايش يعني؟ يعني اول ما افتح الباب الهواء يخرج لبرا، ما يدخل الهواء يخرج لبرا ما يدخل لجوا. ليش؟ عشان هذا يساعد على تعقيم المكان. بمعنى لو تخيلوا نفتح الباب ويدخل الهواء لجوا، معناته لو في بكتيريا هنا في الهواء هتدخل على جوا، بس بالبوزيتيف تخرج، وهذا يثبت انه جوا بوزيتيف. دحين اول ما افتح الرقم ده هتشوفوا ال 1.8 ده هيبدا ينزل، لانه هنفقد الايش؟ البوزيتيف بريشر في خلال الثواني اللي هنفتح فيها الباب. طيب الشيء الثاني بوريكم هو انه عندنا الاكسس كنترول، يعني المختبر ما في حد يقدر يدخله، تمام؟ زي ما انتم شايفين هنا ما حد يقدر يدخل المختبر. وطبعا عندنا ذا الشيء على ترى يعني معظم ابوابنا هنا عندكم وراكي هنا اوريهم. طبعا هذا مختبر الذكور اوريكم في يوم ثاني، برضه بوزيتيف بريشر وعنده اكسس كنترول، ومعظم الغرف عندنا فيها اكسس كنترول، تمام؟ ولكن او الاكسس كنترول هذا مو اي واحد في المركز يقدر يدخله، يعني حتى مثلا مثقفات ما يقدروا يجوا يدخلوا هنا. فكل واحد عنده اكسس معينه. انا ك يعني كدكتور، وحتى مو كل الدكاتره، انا عشان يعني بحكم وظيفتي في المركز عندي اكسس، لكن مو كل طبيب حتى يقدر يدخل المختبر، بس حقون المختبر وبالاكسس يقدروا يدخلوا. انا لو دخلنا بس نوريهم الرقم كيف، طبعا هنا يطلع لسه بوزيتيف، بس لما نفتح اللي جوا حيقفل، تمام؟ احنا نوريهم واحنا خارجين. طيب اول ما ندخل هنا المختبر، طبعا هذا الباب الاول اللي هو مختبر الأجنة. لما ندخل في حاجه اسمها دبل دور، لانه هذه يسموها الانتي روم، يعني عشان برضو اول ما افتح لا يدخل كل شيء. فاحنا ندخل نقفل الباب ده، طبعا اللي بتصورنا داري واحده من اشطر اللاب تكنيشنز عندنا، شايفها بتبتسم كمان. طيب هنا جينا للمنطقه الداخله، احنا حندخل على اللاب، فاللاب له بابين وبرضه اكسس كنترول، برضه مقفل ما حد يقدر يدخل، تمام؟ الا لازم بالاكسس كنترول. وحاجه ثانيه قبل ما ندخل، لو تلاحظوا تحت عندنا الستيكي بادز، هذه الستيكي بادز عشان بالرغم انه حذائي هذا خاص بالمكان، لا سوري انا دقيت الباب دحين داخل لك. ف الستيكي بادز هذه برغم انه زي ما قلت لكم انه الحذاء هذا خاص بهذا، مو ده اللي انا جاي منه من البيت، جاي من جزمتان الله يكرمكم، بس اغير هنا في المكان عشان يكون هذا خاص بالمكان يكون نظيف. بس برضه برغم من كده عندنا الستيكي بادز هذه اللي هي اسمع صوتها، تمام؟ بحيث انها تربط اي حاجه في رجلي وانا داخل، تمام؟ ندخل طبعا هنا برضه في ستيكي باد ثانيه، احنا داخلين من هنا هنا كده دخلنا احنا المختبر حقنا. والسلام عليكم دكتور محمد والشيخه، كيف حالكم؟ هذه بسمه برضه من اشطر التكنولوجيست اللي عندنا، طبعا عرفت مع الدكتور هادي قبل كده في حلقه ماضيه، تمام؟ فهنتكلم على المختبر. طيب اول شيء بكلمكم عليه اول ما ندخل المختبر من اهم الاشياء اللي هو نقاوه الجو. فايش هذا دكتور محمد؟ تبغى تقول لنا انت عن نقاوه الجو، كلمنا على الفلاتر والاشياء دي كلها. ومظبطين لك فلتر في الساعه عشان انت ما تحط لك فلتر. لا بقطع الفلتر. طيب احنا عندنا نظام الفلاتر. ابدا بالكبير مره. كبير مره. طيب عندنا فلاتر مركزيه دي راكب عليها كربون فلتر، بوتاسيوم هرمونات فلتر، وهيبا فلتر دي بتنقي بتجيب لنا فريش اير من بره وتنقيه. هيبا فلتر عشان البكتيريا، كربون فلتر عشان الروائح والالوان، والبرمنجانات عشان الكيميكالز وبعض الكيميكالز والحاجات دي عشان تشيلها. وده عندنا اربع فيها اثنين بوم واثنين رايح، وده بياخد الهواء كله بيدخل الهواء كلير من فوق وبيطلع من اربع اركان الهواء بتاع المعمل. مش كده زي ما قال الدكتور هادي المضرعي، بس انه ترى الفلاتر هذه عباره عن ثلاثه، كل فلتر فيه ثلاثه، في كاربون فلتر، هيبا فلتر، و بوتاسيوم برمنجانات البوتاسيوم على قول عادل امام. المهم عندنا ثلاثه فلاتر في كل واحده، وكل واحده لها دور وحاجه مهمه جدا.
جدا. طبعا غير طبعا لما ندخلهم في تفاصيل بس توزيع الهواء وموزيع الهواء محسوب بطريقه هندسيه، يعني في مهندسين قاسوا كيف الاير فلو يسموه كيف 55 دوره في الساعه، 55 دوره في الساعه يعني خلال الساعه يتغير او المعمل كامل 55 مره. 55 مره. طيب غير دي الفلاتر انت شبك خاصة في الفلتر، يعني ورينا ايش تعمل. ما اتفقنا بالفلاتر اللي جايه من برا ومن عندنا الزيب اير فلتر ده من اقوى اجهزه تنقيه الهواء. في 7 مراحل فلاتر، من واحده من ضمنها اليو بي لام بيسحب الهواء من هنا ويطلع لك هواء نظيف من فوق، وعندنا ده بيغطي من حوالي بيسحب الهواء من هنا وبيطلع لك 7 مراحل هواء من 7 مراحل تنقيه. اخر مرحله اللي هي مرحله اليو بي بيطلع هواء نظيف، ده عشان برضه الهواء اللي احنا بنتنفسه، عشان نسيب برضه نساعد نقعد لو حد عنده فيش، لو حد عنده حاجه غير الهواء اللي جاي من بره ده يسحبه وينضف الهواء. ده بيغطي من حوالي 20 ل 35 متر، احنا نوعا عندنا 45 متر، عندنا 3 مش واحد، عندنا واحد هنا واحد هنا مغطي، واحد عند المايكروسكوبات. طبعا هو مو دافع شيء، احنا خسرنا، هو بسكوت يجيب فلاتر بيخصم لي منه. اوكي طيب هذه كانت بتصور قبل شويه، أنا بوريهم أدالي اللي كانت بتصور. طيب تبي نتكلم على الحضانات. طبعا هقول لهم الحضانات وانت تشرحها اكثر. حضانات عندنا انواع مختلفه من الحضانات، ترى عندنا هذه يسموها البوكس انكيوبيترز، عندنا هنا 2 وهنا 2، يعني 4 حضانات. وعندنا هنا حضانات يسموها الفلات انكيوبيترز. الفلات انكيوبيترز مهمه جدا برضه هنتكلم عن فائدتها. وعندنا حاجه اسمها التايم لاب اللي هو ده هخصص له حلقه كامله اكلمكم عن فائده ال التايم لابس. طيب مشغول يا دكتور محمد؟ طيب خلينا انا اكلمهم على حاجه ثانيه، الميكروسكوبات. قبل ما الدكتور محمد يخلص ويكلمنا عن الحضانات خليني اكلمكم على الميكروسكوبات. طيب بالنسبه للميكروسكوبات احنا عندنا اللي هو الميكروسكوبات اللي نستخدمها في الحقن، اللي هو عمل الحقن المجهري، اللي هو حقن الحياه المنوي داخل البويضه. عندنا واحد هنا وعندنا واحد هنا. طبعا كستاندرد مطلوب مننا واحد بس احنا جايبين 2 ليش؟ عشان لو لا سمح الله واحد تعطل الثاني يكون موجود، فاحنا ان شاء الله above the standard، يعني انه هذا الشيء يهمنا جدا. تمام. طبعا في اشياء ثانيه اوريكم بتسلع قبل ما يجي الدكتور هادي هنا. مثلا هذه الغازات اللي موصله بالحضانات كلها عليها هنا برضو صمامات تحسب ال ضغط الهواء وضغط الهواء، لانه هذه اشياء جدا مهمه. الحضانات يا جماعه طبعا ما في شيء زي حضانه ربنا، لكن الحضانه احنا بنحاول قدر ما نقدر انها تضاهي يعني الانفايرمنت حق الرحم وكذا. فمعناته احنا بنركز على فاحنا ما بنركز بس على درجه الحراره، درجه الحراره والاكسجين وثاني اكسيد الكربون والنيتروجين و و و و وحاجه اسمها البي اتش وكيف بنقيسها والى اخره. يعني من ضمن الاشياء اللي نستخدمها حتلقونا قبل ما برضو كما محمد يخلص هنا، عندنا في اشياء بنستخدمها لحاجه اسمها الكواليتي كنترول، اللي هو بنشيك على تركيزات هذه الكواليتي كنترول. هذا جوال واحده بتشحنه هنا جنب الكواليتي كنترول، معليش اوكي من جد يبغى لها خصم هذه. بس على العموم هذه هي اللي جنبك ده ده اوكي. طيب فهذه طبعا ما تاثر علينا من ناحيه، لا بعيدة طبعا، هي ما لها دخل، بس يعني بتكلم على هذه بنستخدمها عشان نقيس فيها اشياء معينه تثبت لنا انه الانفايرمنت اللي احنا نبغاه او الجو اللي احنا نبغاه متوفر. طيب هو دكتور محمد كان بيكلمنا، انا تزنيت عليه يكلمنا اكثر عن الحضانات، لكن كلام كثير معقد، خليني نختصره. احنا نتكلم على الاشياء المختصره. هذه عندنا حاجه اسمها البوكس انكيوبيترز. البوكس انكيوبيترز انواع، في منها حاجه اسمها سنجل جاز ودبل جاز وتريبل جاز. احنا جايبين طبعا التريبل جاز. كبات هذه الحضانات جدا عاليه صح؟ سي 200 من اعلى الحضانات، وبعدين الابواب بتاعتها الموديل ده متقسم جوه كمان مش باب واحد، في موديلات باب واحد. اوكي، يعني دكتور محمد حوريك في واحده فاضيه لانه ما نقدر نفتح الحضانه فيها جنة. هذه فاضيه اللي فوق افتح لنا هي. طيب نفس الباب فهنا متقسمه حتى جوا عشان عشان لما نفتح ما ناثر على باقي الاجنه اللي في الناحيه في المناطق الاخرى. لكن هذه متقسمه من جوا، لكن اللي اجدد منها، واحنا طبعا يعني دكتور محمد ما يطلع حضان جديده الا يكلمنا نبغى نجيبها، فهذه الفلات انكيوبيترز فيها. طيب
هذه الفلات انكيبيتر يا دكتور محمد، طبعا انا عارف انه في واحده فيها اجنه، فين اللي فاضي فيها؟ اللي فاضي فوق. اللي فوق. طيب ورينا هي ايش ميزتها عن الثانيه؟ عن الثانيه ان كل حاله لوحدها بنفس الظروف، لما بتفتح الدور بتاع واحده ما بتاثرش على الباقيين، لا تركيز الغازات ولا البي اتش بتاعتها. ايوه بتفتح هي الحاله بتاعتها بتطلع الدش بتاعها ودهيتك كله 37 وبتقفل. طيب انا خليني بس اقول حاجه عشان الناس تتلخبط. طب لما نقول لكم كل حاله لوحدها، ما نقصد انه الحضانات الثانيه فيها لخبطه من ناحيه المرضى وما المرضى. احنا عملنا حلقه سابقه عن المعايير اللي بنستخدمها عشان ده الموضوع، ولا احنا ما بنتكلم عن ناحيه اللخبطه، احنا بنتكلم عشان قلنا تركيز الغازات جوا دقيق جدا، فلما نفتح الباب ما نبغى ناثر على الاجنه حقت المريضة الثانيه. فهذيك الحضانات قلنا هي مفصله كل باب لوحده زي ما وريناكم. فهذه الحضانات البوكس قلت لكم مقسمة كل مريضة لوحدها، لكن اللي أحدث منها كمان وبنستخدمها هذه كمان الفلات انكيبيتر. طبعا هذه لها استخدامات وهذه لها استخدامات، كل واحدة لها استخدامات مفيدة لها. وبعد كده قلنا عندنا التايم لاب، هذه عاد يعني درجة above and beyond. يعني بحسب علمك دكتور محمد، احنا نتكلم عنها في يوم ثاني في مركز السعودية ثاني غيرنا يمكن؟ قليلين لسه بيتفاوضوا، اعتقد اللي انت كنت شغال فيها كده بيتفاوض بس لسه ما عندهم. طيب المهم حنتكلم معاكم في يوم ثاني على التايم لابس هذه واهميتها. طيب ايش كمان نتكلم؟ تكلمت مع الميكروسكوبات انه عندنا اثنين، وتكلمنا على هذه لا اعلى الميكروسكوبات من حيث الاوبتكس على حتى من الجنب. صوتك مو واضح. اي لا الجوده هي باينه، هم بتكلم بس من ناحيه الاشياء اللي يبغاهم الناس تسمعها وتشوفها. يعني عندنا الميكروسكوبات اللي موصلة يعني حاجة تانية، إذا متذكرين في حلقة سابقة تكلمنا عن تكلمنا هذه الميكروسكوبات حقت نقل الأجنة هذه وهذه، وتكلمنا عن الـ عن عن هذا الهود اللي إحنا بنشيك فيه على البيضات. الشيء الحلو هنا اللي كنت بوريكم هو إنه هذه الميكروسكوبات موصلة ب كاميرات معروضة في غرفة المريضة. طبعا هي دحين اظن مقفل لانه خلصنا، طبعا بصور لكم اخر اليوم، لكن لو نفتح هذه ونفتح هنا طبعا هي مقفلة. شوفوا السكرين هذا تمام، طبعا هنا السرير حق المريضة حق الارجاع، هذا الالترا ساوند اللي يبين تمام، لكن هذا السكرين اللي موصل عندنا الميكروسكوب في الاجنة المريضة تقدر تشوفها. اهو شغل لنا دكتور محمد الميكروسكوب، فتبان هنا المعلومات طبعا عشان بس يبغى لها فوكس. اوكي فهنا دكتور محمد شغل لنا السكرين، طبعا ما في مريضه حاليا فيها لكن مطفى النور جوا زي ما قلت لكم، لكن هذا السكرين موصل بجوا عشان يبين الاجنه اللي احنا بنشوفها هنا. يعني هذه الاشياء اللي الكاميرات عندنا هنا في كاميرا مراقبه، طبعا المعمل عليه يعني بعد الله حمايه زي ما وريتكم الاكسس كنترول الابواب، لكن جوا عندنا هذه الكاميرا وهذه الكاميرا شغاله 360 درجه تبين كل منطقه. يعني حتى البنتين هذولا لما يحاولوا ما ادري ايش يسووا ينصادوا تمام. اوكي عندنا برضو كمان مراقبة كل الأجهزة عليها سنسور نافي. أيوة السنسورات هذه مهمة، من أول الحضانات للتلاجة لكل التمبريتشر أيوة. للتانكات أول ما يحصل اختلاف أو أي جهاز بيدي ألارم ده طيب فالسنسورز هذه عشان لو حصل في متوصل سنسور اضافيه متوصل على الثلاجه متوصل على الحضانات من ورا في شيء باين غير هذه موصل، عشان بس نقول الناس وصله ما احنا شايفينه، في شيء باين نقدر نشوفه يعني كلها من ورا فصعب ان انا من ورا الجهاز من ورا الجهاز. طيب يعني صعب نوريكم، لكن التنكات حتى التنكات موجوده ايوه عشان اي اختلاف في ايش اختلاف في الغازات في كمان الحاجات اللي بتقيس درجه حراره، لو حصل اختلاف بيبعت اس ام اس وبيبعت ايميلز في اختلاف وبيضع الالارم يا وهذا ايش ده السنسور اللي على الحيط؟ هو كل السنسور بتتجمع على ده اللي بيرسل ده اللي بيرسل لنا الاس ام اس ده موصف بكل السنسور الموجوده في الامبلوجي ده. اوكي لو تلاحظوا ما في شيء هنا غير قابل للتعقيم والنظافه، يعني كلها اشياء هذه ستينلس ستيل، هذه ارضيات كلها تتنظف يعني جدا هذه الأشياء مهمة في المختبر. شفت حاجة؟
طيب والكراسي. وكان في شيء تاني يا دكتور هادي. ايوه هادي فاكرين قلت لكم في هادي الفلاتر، شايفين الفلاتر هادي لونها زهري برضو. هادي الفلاتر برضو مهمة جدا للغازات اللي واصلة للحضانات. ف يعني كمية فلاتر واشياء، وطبعا تتغير بشكل دوري في كل مكان. و ميزانية مليون ريال فلاتر في السنة. لا لا خلاص، لا يشغل بالهم بهي الاشياء، بس والله ميزانية كبيرة للفلاتر. طيب اي شيء ثاني؟ طيب يعني هذه الاشياء المهمة اللي حبينا اشارككم فيها. طبعا واهم ما في المركز انا بامزح طبعا، او مو المركز قصدي المختبر، بس هذا الشخص المهم طبعا نكدي زي ما قلت لكم، ويطفش البنات، جاب لهم الجنان. هذول البنتين استنى اوريكم، هذول ضحايا من ضحايا. تمام صور بتاع الرحله بتاعتي. فهذول هذول ضحيتين من ضحايا الرجل هذا، لكن هذا الرجل يعني ما شاء الله عليه. طيب ايش في كمان؟ خلاص انف ذاتس ات. اوكي يعطيكم العافيه، طفشناكم ونلتقي معاكم في يوم اخر. خلاص صوره جماعيه كذا كلكم. طبعا هذا جزء من التيم، التيم حقنا كم احنا؟ 8 في المختبر. 10 ها؟ لا في المختبر كالمختبر كله 10. 10 الاندرويد كله 10 يعني 10 موظفين. ان شاء الله نتصور في يوم ثاني. هذول المتاخرين دول اللي حيباتوا هنا اليوم. يلا الله يعين، شكرا.